احنا اليوم هنا مجتمعين باش نعرفوا الراي العام باثار تدفقات ولا الفتره الشتويه اللي عرفتها مدينه الدار البيضاء خلال الاسبوع الفارط. كما شفنا جميع الدار البيضاء عرفت واحد التساقطات مهمه اللي بلغات 250 ملم في 4 ايام، هي واحد الفتره قليله تقريبا. إلا خدينا غير التذكير السنة الفارطة تساقطات السنوية السنة بكاملها تقريبا نزلت ما فاتش تساقطات 120 ملم، يعني في 4 أيام تساقطات فاتت السنة ديال تساقطات ديال السنة الفارطة. لحد غير التذكير الدار البيضاء راه فيها تقريبا واحد 7000 كيلومتر ديال الشبكه ديال التطهير السائل. هذه الشبكه ديال التطهير السائل كتعرف واحد الصيانه واحد النقيه اللي كدار قبل الفتره الشتويه. تم استخراج تقريبا ما يقارب 30 طن من تسربات في الشبكات، وكاين 30000 طن من التسربات والنفايات اللي كانت متواجده في الشبكات. و كنقوموا كذلك بعمليات ديال التنقيه القبليه ملي كتجينا الانذار بالتساقطات. ملي كيجينا تقرير ديال لا ميتيو ناسيونال كنقوموا بتدخلات استباقيه في بعض النقط المهمه اللي هي كتكون المنخفضات، لي بون، النفقات اللي كاينه في الدار البيضاء. وكما شاهد الجميع رغم ذلك كانوا بعض التدفقات في بعض النقط، واللي هي في غالب الاحيان هاد التدفقات كتكون نتيجه على ان الشبكه الطاقه الاستيعابيه ديالها ما مكناتش من تصريف هاد المياه الشتويه. وهادو اشياء احنا في صدد عندنا برنامج لتقويه الشبكات باش نخفوا الضغط على بعض النقط، ونقط اخرى ان شاء الله هي غادي تكون مبرمجه في السنين المقبله. احنا في تشاورات مع السلطات للرفع من الطاقه ديال الاستثمارات ولحل نقط اخرى. خصنا نعرفوا بان الاستثمارات اللي غير هي دابا حاليا في طور الانجاز، عندنا تقريبا 600 مليون ديال الدرهم اللي هي في طور الانجاز. من اهم المشاريع اللي يمكن بعض منكم قام بالزياره ديالها هي حي الصدري، 220 مليون ديال الدرهم، نفق ديال على 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 كيلومتر ونصف، القطر ديالو 4 امتار. عندنا مشروع ديال طريق جديده هو سرداب على 3 كيلومتر ونصف بواحد القطر ديال 3 الامطار، التكلفه ديالو 300 مليون درهم. عاد سالينا من الاشغال ديال واحد النفق اللي دار في وسط المدينه ما بين ساحه الامم المتحده مرورا بوفيت بواني وشارع الموحدين، اللي غيخرج المخرج ديالو في لاجوتي مولاي يوسف. هذا المشروع كلف تقريبا 120 مليون درهم وخفف من اثار تدفقات في وسط المدينه وخصوصا في شارع محمد الخامس وساحه الامم المتحده.